الكوثر هل هو خاص أو عام؟ قال بعضهم هو للنبي صلى الله عليه وسلم وشائع للناس في شربه، وقال بعضهم الحوض، وهناك فرق على خطأ الحوض والكوثر، يخلط كثير من الناس بينهما. وقد ذكر أهل العلم أن بينهما اشتراكا وأن بينهما افتراقا، وتتضح الصورة كما يلي: الحوض الكوثر، الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة، إذن اختلف في المكان، الحوض الكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة. يشخب ميزابان من الكوثر في الحوض، المادة واحدة المشروبة، لكن الأصل من الكوثر، ويصب أو يشخب ميزابان في الحوض، فنستفيد أن الكوثر هو الأصل والحوض فرع عنه، وأن المادة المشروبة واحدة ويختلفان في المكان، فالكوثر في الجنة والحوض في عرصات القيامة.